سفر إشعياء الأصحاح السادس. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. الصرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. ها صوت الملائكة يعلو في محضرك، يهتفون كلهم قدوس، ساجدين أمامك رافعين السبح لك، معلنين أنك قدوس. هيا نقوم كلنا ونرفع أصواتنا، نطرح تيشاننا عند قدميك يا قدوس. هيا نقوم كلنا ونرفع أصواتنا، نهتف لملكنا القدوس، نسجد نحمي رؤوسنا، نخلع تيشاننا عند قدميك يا قدوس 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 قدوس. يسوع يسوع أنت القدوس. Jesus.